وهذا كله من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما أتيان المرأة في دبرها فهذا ملعون، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أمس يتصل بواحد يقول أنا بس أريد أن أداعب في الدبر، قلت إذا داعبت أو لجت ما كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إياك أن تقرب الحش. يا أخي كيف تطيق هذه القذارة؟